تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أبناؤنا الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في هذه الندوة التعليمية للصف التاسع الأساسي. طبعا بداية برحب بزميلاتي المشاركين معي في هذه الندوة، الأنسر روجينا سليمان في تربية دمشق، الأنسر رشا حسن أيضا في تربية دمشق. أبناؤنا الطلبة، محور ندوتنا لهذا اليوم سيتناول الحديث عن الوحدة الأولى في كتابنا للصف التاسع الأساسي المعنونة بآفاق اقتصادية. طبعا نحن بنعرف أن الاقتصاد هو العمود الفقري لأي مجتمع، فقياس تقدم المجتمع أو أي شعب هو بمقدار تقدمه الاقتصادي. في الندوة السابقة تم التطرق للدرسين الأول والثاني في هذه الوحدة، اليوم سنتابع مع الدرس في الدرس الثالث والرابع. طبعا الوحدة الدرسين الأول والثاني كان الحديث عن التجارة والتحديات التجارية التي واجهت التاجر العربي بشكل عام والتاجر السوري بشكل خاص. أيضا لاحظنا كيف استجاب التاجر العربي لهذه التحديات، تمكن من التغلب عليهم. اليوم سنتناول الركنين الأساسيين في الاقتصاد وهما الصناعة والزراعة. بداية أنسر روجينا، حبذا لو تعطينا فكرة عن وضع الصناعة العربية في تلك في العصور الحديثة، وكيف كانت التحديات التي واجهتها، وكيف تمكن أيضا الصانع العربي من مواجهة هذه التحديات. تفضل. الصناعة العربية بالعصور الحديثة واجهت العديد من التحديات أو الصعوبات. طبعا. هو كانت نتيجة الثورة الصناعية اللي قامت في أوروبا، فازدادت منتجاتهم الصناعية بكميات كبيرة. وبحكم الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لهذه الدول، كان التصريف بضائع ضمن الأسواق العربية، فامتلأت الأسواق العربية بالبضائع الأجنبية، اللي أصبح هناك منافسة بين البضائع العربية والبضائع الأجنبية. وضعت الصناعي السوري هون في تحديات صعبة، تراجعت الصناعة، ولكن الصناعي العربي بشكل عام والصناعي السوري بشكل خاص هو واجه هذه التحديات بذكاء وبراعة وبعدة محاولات له. طبعا هي نحن رح نحكي عنها خلال الندوة كيف قام بمواجهة هذه التحديات. طبعا. شكرا لك. إذا معناتها الصناعة العربية فعلا كان في تحديات كبيرة واجهتها نتيجة إما الامتيازات أو منافسة البضائع الأجنبية التي تدفقت إلى المنطقة العربية، لكن سنلاحظ أيضا كيف واجه الصانع العربي هذه التحديات. أنسر رشا، بعد إذنك لدينا النص الموجود في كتابنا بالصفحة 34، ممكن بعد إذنك تعطينا ما السياسة الاقتصادية التي اتبعتها فرنسا في سوريا وما هي نتائجها لهذه السياسة؟ فرنسا اعتمدت سياسة في البلاد العربية، هي اعتماد سياسة الباب المفتوح وأغراق البلاد بالبضائع الأجنبية، أو جعل الأسواق العربية مكانا لتصريف بضائع فرنسا. أيضا اعتمدت سياسة جائرة، تمثلت هذه السياسة بعرقلة التجارة الخارجية، بتحطيم السوق الداخلية، احتكرت بعض المواد اللازمة لصناعتها كما سنتطرق إليه. أيضا قامت أو اعتمدت على تبعت قلة ضخامة الاستيراد، فرض رأس المال الأجنبي، وأيضا طرحت بضائعها في الأسواق بأسعار أرخص من أسعار التجار السوريين، وذلك من أجل محاربة الصناعة السورية. تمام. إذا معناها السياسة اللي اتبعتها فرنسا كان الهدف منها هي إضعاف الصناعة العربية وإغراق من المنطقة العربية ببضائع والترويج لها. لكن نلاحظ نحن في عنا بآخر الفقرة أطلق على حمص مانشستر السورية، على ما يدل إطلاق هذا اللقب؟ يدل إطلاق لقب مانشستر سوريا على مدينة حمص على الصناعة الجيدة في حمص، على التطور الصناعي في حمص، على جودة الإنتاج، يدل على جودة أو براعة الصناعيين في حمص. تمام. إذا نحن من خلال هالفقرة بنستنتج أنه بالرغم من كل السياسة اللي اتبعتها فرنسا، لكن أثبت الصناعيون تحديها بدليل وجود 5000 عامل في قطاع المنسوجات في حمص. تمام. وإطلاق هذا اللقب لا يأتي من فراغ، دليل على الشهرة لمدينة حمص بصناعة المنسوجات ووجود شهرة واسعة لها وإتقان هذه الصناعة. كيف تجلت العقلية المهنية للصناعيين السوريين؟ العقلية المهنية للصناعيين السوريين عندما واجهوا هذه التحديات وقاموا باستيراد أدوات الإنتاج كاستيراد نول الجاكار الميكانيكي، أيضا بوجود في حمص 5000 عامل في قطاع المنسوجات، هذا أيضا دليل على عقلية مهنية صناعيين وقدرتهم على التحدي. صحيح. وأثبات هذه
العقليه. ايضا صناعي حنا بولاد كما ذكرنا الذي انتج نوع من الحرير هو حرير البولاديه. ايضا هذا دليل على عقليه مهنيه متطوره للصناعيين السوريين وعدم الاستسلام. صحيح، اذا الدليل موجود امامنا في المنصه دائما الدليل. طبعا انا سالت ما الدليل على العقليه المهنيه؟ نحن هم ناكد لطلابنا انه نحن الدليل لازم يكون بين الدليل والدلاله النص بشكل جيد لنعرف نستخرج المعلومه منه. يعني انا ماني مضطره احفظ هاي الفقره بصم لانه كثير لهلا عم ننسال انه احنا كيف بدنا نحفظ ماده التاريخ. الدليل دائما موجود بالنص او الجدول او خريطه يمكن استخلاصه من خلالها. تمام، معناته انا هون قريت النص فهمته بشكل جيد، استخلصت المعلومه اللي بتثبت فعلا انه العقليه المهنيه للصناعيين السوريين. تماما. أنسر روجينا بعد إذنك، نحن منلاحظ في عنا مخطط حل المشكلات موجود بالفقرة. نحن كيف فينا نعالج النص الموجود أمامنا بطريقة حل المشكلات؟ طبعا ما المشكلة الأساسية الموجودة هنا في النص؟ هلأ بداية أول شيء يجب أن يقرأ النص كامل، لأنه المشكلة هي عبارة عن استنتاج من خلال المعلومات الواردة معنا بالنص. فالمشكلة هون نحن منلاحظ أنه كان عندي ضعف للصناعة السورية، في عندي ضعف بالصناعة السورية. السبب تبعه هو بنتيجة سياسة الاحتلال الفرنسي اللي ذكرتها زميلتنا رشا. هلأ الحلول هي دائما تكون موجودة لدي في النص. صحيح. الحلول الموجودة في النص عندنا موجودة أنه اليد الماهرة العقلية المهنية المجتهدة التي ساعدت إحداث تحولات جذرية، استيرادهم للآلات، استخدامهم لإلها، هي كلها حلول أوجدها إنشاء شركات. هي كلياتها هي حلول وجدت في النص. طبعا هلا نحن بنقول له ممكن ما الحل الامثل برايك، ممكن انه هذا الحل يكون من ضمن الحلول الموجوده بالنص. صح. مع ايجاد دليل ممكن يكون حل من عنده. هلا انا ممكن اختار من النص اقول له مثلا استيراد الالات، لانه هي ادت دليل انه هي ادت لتنوع بالمنتجات وزياده العمال العاملين. صحيح. في النسيج ممكن يجيبها من برا. هلا نحن اذا انتبهنا بالنص فيقول عدم وجود نظام جمركي، ممكن الطالب يقول لي انه انا برايي انه اوضع نظام جمركي. صحيح. فبالتالي انا خفف من دخول البضائع الأجنبية. تمام. وبصير في عندي فرصة للمنتجات الوطنية أنه تنتشر في الأسواق. صحيح. معناته نحن منلاحظ أنسر روجينا أنت عطيتينا الحل وعطيتيني الدليل لماذا هو كان دليل. الحل الأمثل. فأنا ما بقبل الطالب يعطيني فقط الحل، هو بيأثبت لماذا هو اختار من بين كل هالحلول كحل أمثل. هذا هو الحل. أنا بس بدي أسأل هون سؤال، حصرا الفقرات اللي موجودة بكتابنا مثلا مرفقة بمخطط حل المشكلات، ممكن تكون فقط هاي الفقرة فيها حل مشكلات؟ لا أكيد، نحن أصلا معظم كتابنا التاريخ للتاسع معظم فقراته هي ممكن تجي كطريقة حل المشكلات. صحيح. في عنا النص اللي قبله كمان. صح. ممكن 33 ممكن ناخد انه مشكلة ايضا هي من خلال النص انه الامتيازات، وكمان صار في عندي منافسة بين الصناعيين السوريين والأوروبيين. المشكلة هي نفسها أنه الصناعة العربية ضعفت أو عانت من صعوبات. السبب هو كان عندي الثورة الصناعية وتدفق البضائع الأجنبية إلى البلاد. حلول موجودة أيضا في النص أنه هم يتأقلموا مع الواقع الطارئ، طوروا أنشطتهم الاقتصادية. تمام. أنشأوا شركات لصنع المنسوجات الوطنية. هي هون ليس وارد ذكرها كحل مشكلات. صحيح. ولكن هي طلعنا معناها نحن بدنا نقول لطلابنا نحن متى ما فهمنا الطريقة أنه كيف طريقة حل المشكلات، كيف استخلص المشكلة من النص، الحلول، الحل الأمثل، أنا ممكن أي نص أنا يكون موجود في مشكلة وأقدر عالجه بطريقة حل المشكلات. بس المهم يفرق بين الأسباب وبين المشكلة بحد ذاتها. صحيح. أنسر رشا، طبعا سوريا كانت وما زالت هي مشهورة بالصناعات العريقة التي اكتسبت شهرة عالمية. ونحن طبعا بكتابنا أشرنا لكثير من هالأمور. مثلا لدينا النص صفحة 35 يتحدث عن صناعة البروكار. بعد إذنك بداية نحن لو تعطينا فكرة أو ناخذ الفكرة الرئيسية للنص والفكرة الفرعية، كيف بدي ميز أنا كمتعلم، كيف بدي ميز أني حط فكرة رئيسية وفكرة فرعية. أولا لوضع الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية على الطالب أن يطلع على النص. طبعا ما في، لا يقدر طالب من الفقرة الأولى أو من السطر الأول أو أن يضع فكرة رئيسية. على الطالب أن يضع فكرة رئيسية بعد قراءة النص بالكامل، إدراك المعنى للنص، يفهم النص، يحلل النص حتى يكون باستطاعته وضع فكرة رئيسية للنص. الفكرة الرئيسية هي حول أو الموضوع الذي يتكلم عنه النص بالكامل. أما الفكرة الفرعية هي تفرعات من الموضوع الأساسي. صحيح. هي أفكار اشتقت من الفكرة الرئيسية. لدينا أيضا الأفكار الأقل عمومية،
هي ايضا اشتقت من الافكار الفرعيه. مثلا من البروكار سفير الابداع الدمشقي النص المذكور صناعه البروكار. الفكره الفرعيه كما لاحظنا انها بعد قراءه النص وتحليله هي عراقه صناعه البروكار. الفكره الرئيسيه اذا هي عراقه صناعه البروكار. النص كله بيتحدث بشكل كامل عن صناعه البروكار عن تطوراتها الى اخره، فالفكره الرئيسيه نحن فينا ناخذها عراقه صناعه البروكار. الافكار الفرعيه لديه الكثير من الافكار الفرعيه، مثلا ارتداء الملكة إليزابيث ثوبا من البروكار الدمشقي بمناسبة زفافها، تعتبر إذن ارتداء الملكة هي الفكرة الفرعية. أيضا لدي إدخال تعديلات أو إدخال تعديلات على الآلات الحديثة. تمام، إذا الصناعة تطورت بإدخال آلات حديثة. تعتبر فكرة فرعية. طيب لو ذكر الطالب أنه نسج خصيصا لها من الحرير الطبيعي المنشى بخيوط الذهب والفضة، هل تعتبر فكرة فرعية؟ هي أقل عمومية لأنها اشتقت من فكرة فرعية. وصف لفستان الملكة إليزابيث أنها من الحرير من البروكار، عندما قمت بوصف هذا الفستان كيف نسج هي تعتبر أقل عمومية. فإذا نميز بين الأفكار الرئيسية والفكرة الفرعية والأقل عمومية لحتى يقدر، يعني هذا ما بيقدر الطالب يجاوب عليه إلا أنت حكينا إذا قراءة النص قراءة بفهم تحليل طبعا. واستنتاج لهذا النص. حنرجع لسؤال ما الدليل وما دلالته. نحن وضحنا أن سؤال الدليل هو بيكون شيء واضح أمامي، إما منص جدول زمني خريطة. فأنا بس كون يعني طبعا نحن نقرأ النص بشكل صحيح أكيد رح أوصل للجواب. فنحن مثلا هلأ هون حناخد سؤال ما الدليل على تطور صناعة البروكار؟ الدليل من هذا النص هو إدخال الآلات الحديثة. هذا دليل إدخال آلات حديثة هو دليل على تطور صناعة البروكار. أيضا لدي من الدلائل إدخال أو قيام أنطون مزنر بنقل صناعة البروكار من نول يدوي إلى نول ميكانيكي كهربائي عام 1890. أيضا هذا دليل على تطور صناعة البروكار. أيضا وجود أعداد كبيرة من المصانع. هي أدلة عم تثبت فعلا تطور صناعة البروكار. طيب خلينا نأخذ سؤال ما دلالة ارتداء الملكة إليزابيث الثانية لفستان من البروكار؟ ما دلالة على ماذا يدل؟ أحيانا تأتي بصيغ متعددة على ما يدل مثلا، ليس بالضرورة أن تأتي ما دلالت على ماذا يدل. نفس ما دلالت على ما دلالت ارتداء الملكة إليزابيث هو دلالة على عراقة صناعة البروكار، دلالة على شهرتها العالمية، دلالة أيضا على مهارة الصناعيين السوريين، أيضا جمال القطعة التي صنعها الصناعي السوري، جمال صناعة البروكار. إذا طبعا هنا كما استنتجنا جواب دلالة بعد فهم النص استطعت الوصول الى الدلاله. صحيح. هي استنتاج. تمام. طبعا نحن هون حكينا لدينا الصور هي اللي بتثبت تطور فعلا صناعه البروكار من النول اليدوي الى النول الميكانيكي اللي كان سبب بتطور هذه الصناعه ورواجها بشكل كبير. عنصر رجينا بعد إذنك لدينا النص في الصفحة 36. نحن نعرف طبعا الصناعيين كما كان لهم دور كبير بمواجهة التحديات بالتغلب على الصعوبات التي واجهوها، أيضا كان نلاحظ هناك كان وعي لدى الصناعيين لحماية حقوقهم، أيضا الوعي يعني بيمثل المجتمع بشكل عام. فالصناعيين السوريين أسسوا ما يسمى بالنقابات، ولدينا النص طبعا صفحة 36 فقط نقابتي تمثلني. هل النقابات مستمرة إلى يومنا هذا؟ وما الهدف من قيامها لهذه النقابات؟ هلأ النقابات أكيد هي مستمرة إلى يومنا هذا، وطبعا بداية النص قالوا لي أن التنظيمات العمالية منذ العصور التاريخية القديمة، بعدين استمرت حطونيها بالعصور الوسطى بالعصر المملوكي، بعدين إجوا قالوا لي بالعصور الحديثة أصبحت تسمى بحسب المهنة. صحيح. فأنا هي كتنظيم مستمر القديم إلى حدث مستمر. تمام. هون نميز بقال بين حدث المستمر والمتغير، أنه أنا ضمن نصي عم حطه ضمن كل العصور هذه التنظيمات لا تزال. صحيح. موجودة، ولكن قال اللي تغير انتبهنا أنه نحن قالوا لي بالعصر المملوكي كانت تسمى الأخويات لأرباب الحرف. صح. عندما بدأنا بالعصور الحديثة أصبحت تتفرع بحسب المهنة، يعني أنا بقول نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة. صحيح. العمال، فاختصت هي بمهنة نوع العمل. هي صار عندي أنه اختلفت معناتها بالتسمية أو المهنة. صحيح. هلا كمان عندنا نحن هون انتبهنا انه في كثير قوانين عم تصدر. طبعا هلا الحدث نحن بناخده انه هي كلها كانت تحدث بهدف حمايه العمال، فحدثي هو الغايه منه حمايه العمال. المستمر انه نحن دائما الى الان في عندي انا قوانين تصدر من اجل حمايه العمال وفق المتغيرات اللي بتصير والتطورات اللي
تحدث في المجتمع أو للعمال. هلأ المتغير هو مضمون القانون، لأنه القانون يتغير حسب الزمن والعصر اللي أنا فيه وبشيء يناسب العصر اللي نحن فيه. صحيح. إذا لدينا الجدول الزمني نحن فيه، الجدول عفوا موجود أمامنا على الشاشة، نأخذ الحدث إذا تنظيم العمال، المستمر هي التنظيمات العمالية ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، المتغير التسمية أو المهمة، حماية العمال أيضا ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، إصدار القوانين لحماية العمال. لكن مثل ما ذكرنا مضمون القانون طبعا حسب الأوضاع حسب الظروف هي بتغير معنا نحن مضمون القانون. نحن حناخد أيضا أنسر رشا بعد إذنك جدول زمني. قبل ما نفوت بالجدول الزمني بس لو نعطي فكرة ما الفرق بين الخط الزمني والجدول الزمني. الجدول الزمني هو عبارة عن طبعا أول الطريقة الشكلية إنه الجدول كمعلومات هو أكثر هو مرفق بمعلومات زود بشروحات عن تمام المشروح. أما الخط الزمني هو عبارة عن أفكار رئيسية ذكر قد تكون اسم المعارك إذا كانت الخط عن معركة. أما الجدول يكون مشروح في شرح في معلومات عن المعركة. صحيح. نشوف بعد إذنك الجدول. طبعا الجدول الزمني احنا البداية كانت عام 1970 و2010. ما هي شروط قراءة الجدول الزمني؟ من شروط قراءة الجدول الزمني اولا قراءة نقرأ الجدول بشكل كامل حتى استطيع وضع عنوان للجدول الزمني. طبعا كما هو وارد الجدول الزمني بعد قراءته بداية يتكلم عن طورت سوريا نظامها الاقتصادي من الاستقلال بعد الاستقلال عفوا فأقيمت المصانع الكبرى كمصنع الإسمنت في طرطوس عام 1977 وضعت وقدمت الحكومة السورية تسهيلات للصناعيين. طيب أثبتت سوريا قدرتها على المقاومة في وجه التحديات التي وضعتها الدول الأجنبية تنوعت المصانع وبلغ عددها عام 2090,000 منشأة. ساعدت التسهيلات التي قدمتها الحكومة على إقامة مصانع في القطاع الخاص فأنشئت المدن الصناعية عام 2004. بعد قراءة هذا الجدول الزمني نلاحظ أنه يتكلم عن التطور الصناعي في سوريا. هذا التطور من خلال قراءتي للأحداث الموجودة على الجدول الزمني أنا بستخلص العنوان مثل أي نص عادي. تمام. مثل كيف النص بدي أقرأه بشكل جيد لأتمكن من وضع عنوان. أيضا الجدول الزمني يجب قراءته بشكل كامل كي يكون العنوان شامل. تمام. حتى يكون العنوان شامل. تمام. الخطوة الثانية كما لاحظنا على الجدول عام البداية وعام النهاية مثلا الجدول الزمني عام 1970 النهاية 2010 نلاحظ التقسيمات على الجدول الزمني فكي نتوصل إلى الوحدة الزمنية التي قسم إليها كما هو ظاهر. نلاحظ طبعا على الطالب أن ينتبه إلى التقسيمات كيف انتقل من حدث إلى الآخر كما هو ظاهر أمامي هو تنقل هو هون الوحدة الزمنية هي عقود 1970 إلى 2010 الوحدة الزمنية هي عقود. الخطوة الثالثة قراءة الخط الزمني هي قراءة الأحداث التي صمم من أجلها الجدول الزمني. يمكن أن أقارن بين الأحداث في الجدول الزمني مقارنة حدث مع حدث آخر أو تحديد مدة زمنية من الجدول مثلا معمل إسمنت في طرطوس عام 1977 مثلا العقد الذي أنشئ فيه مثلا 1977 هو العقد الثامن مثلا تحديد مدة زمنية يمكن أن يطلب في الجدول الزمني. يمكن أن نستخلص من الجدول الزمني أسباب ونتائج يمكن أن نستخلص متغيرات. تفضل. تمام. قبل ما ننتقل للسبب والنتيجة بس حنرجع نأكد على شروط قراءة الجدول الزمني والخط. طبعا نحن بالبداية نركز على البداية والنهاية. طبعا بداية الخط هي كانت عام 1970 النهاية عام 2010. الطالب ممكن مباشرة بيقدر يحصل أنه ما الوحدة الزمنية اللي قسم لها من خلال الأعمدة الموجودة في الخط الزمني. يعني نحن بنقول للطالب لا تطلع على الأحداث تحت انت انتبه الأعمدة موجودة على الخط الزمني هي بتساعدك مباشرة. نحن بدنا نشوف نقلتنا بين العمود والعمود مثلا انا هون عم بنتقل عشرات فمعناته انا وحدتي الزمنية عقود. طبعا نحن عندنا وحدة زمنية اما اعوام عقود طبعا قرون. عندي قرون وألفية تماما فانا هون عندي الخط الزمني النقلة عم تكون عندي عشرات فاذا هي وحدتي الزمنية عقود. لو كنت عم بنتقل مثلا بين البداية والعمود الاول مثلا مئات كنت سميناها قرون ألف ألفية.
فإذا أنا حددت البداية والنهاية، الوحدة الزمنية التي قسم لها الخط الزمني، وضع الأحداث في مكانها الصحيح. يعني إحنا مثلا بنشوف أول حدث عام 1977، بنلاحظ كيف انحصر الحدث الزمني بين عام 1970 و 1980. تمام. الحدث الثاني هو كان عام 2000. نحن كمان شفناها هي اجت عن تقسيمة الخط الزمني. 2004 بين 2000 و 2010. اذا وضعنا عنوان ايضا من خلال قراءتي، انا تمكنت من وضع عنوان لهذا جدول زمني. مثل ما ذكرتي انسرشن، احنا ممكن ياتينا سؤال حدث. طبعا انا باكد هون لطلابي، انت ما لك مطالب تحفظ الاعوام نهائيا، الحدث حيكون امامك بالعام، وانت مطلوب تحدد الوحده الزمنيه. مثلا عام 1977، نحن بناكد انه هون الحدث هو في العقد الثامن في القرن العشرين في الالفيه الثانيه. فهون نحن كثير بدنا نركز. خلينا ناخذ عام ثاني بعد اذنك، مثلا 2004. طيب العقد الاول، العقد الاول القرن 21 للالفيه الثالثه. صحيح، الالفيه الثالثه، لانه هي شوي كمان طلابنا تمام عم نسال كثير انه نحن مطالبين نحفظ الارقام ابدا. لا، انت ما لك مطالب، لكن انت بدك يكون عندك مهاره انه تقرا خط زمني، مهاره تحدد الوحده الزمنيه. بس هلا نحن في عصور، في تقسيمات عصور اساسيه، يعني هلا هي طالبنا لازم يكون يميز انه ايمتى بدا العصر وايمتى انتهى، لانه احيانا بيجي السؤال المعلومات ذات الصلة أو غير ذات الصلة هي بتتعلق بالعصور التاريخية بفترات صحيح. زمنية. هلأ هو المطلوب منه فقط هاي العصور الأساسية والتقسيمات الأساسية، أنه يدرك كل عصر إمتى ابتدأ وإمتى انتهى. ما تبقى من التواريخ هي ليست للحفظ، هو صحيح. ما حتكون موجوده. شغله ثانيه انا حابه اركز عليها، هلا في طلابنا مثلا عم تشوف انه هذا جدول زمني، معناته المهاره فقط هي جدول مهاره ادراك زمني. لا، في احنا ممكن احنا يكون عندنا اكثر من مهاره انا فيني اشتغل عليها. مثلا نحن من خلال الجدول الزمني انا في عندنا ممكن ناخذ مثل ما حكينا السبب والنتيجه. فمثلا نحن هلا عندنا الحدث مثلا في الجدول الاول اقيم مصنع الاسمنت في طرطوس عام 1977 مثلا، هذا هو حدث السبب. اذا لاحظنا ممكن نستخلصه من النص، طورت سوريا نظامها الاقتصادي بعد الاستقلال، هذا هو هذا يعتبر سبب لتطوير سوريا نظام الاقتصادي. تمام. النتيجه عندما اقيم مصنع الاسمنت في طرطوس، فبالتاكيد تم تلبيه حاجه السوق المحليه، رفض الدوله بالعملات الاجنبيه، ايضا فتح باب التصدير، التقليل من الاستيراد. طب ما فيني انا كمان هون اقول بلا مستمر ومتغير. تماما. يعني مثلا مصنع الاسمنت هو من عام 1977، طبعا ترى تطورات تغيرات، ادخلت آلات حديثة، فأيضا فيني أنا أخذه كمستمر ومتغير. الحدث في الجدول الثاني مثلا، تنوعت المصانع في عام 2000 بلغ عددها 90,000 منشأة. تمام. السبب اذا كمان انه فينا ناخذها من الجدول، اثبتت سوريا قدرتها على المقاومه والوقوف في وجه التحديات. صحيح. فهذا يعتبر سبب. طبعا دول اجنبيه تماما، الوقوف سوريا في وجه التحديات التي وضعتها الدول الاجنبيه يعتبر احد اسباب اقامه او بلوغ عدد المنشات الصناعيه عام 2090,000 منشاه. النتيجه تصبح سوريا 90,000 منشاه، فسوريا بلد صناعي، اصبحت سوريا بلدا صناعيا جيدا. من الجدول الثالث مثلا، أقيمت المدن الصناعية عام 2004، أنشئت المدن الصناعية عام 2004. يستطيع الطالب استخلاص السبب عندما قدمت الحكومة التسهيلات، طبعا تعتبر هي سبب إقامة المدن الصناعية. النتيجة لدي المدن الصناعية، فأكيد أنا من النتائج تعدد الصناعات، الاستغناء عن الاستيراد، ضخامة التصدير، أيضا أصبحت تصبح سوريا بلدا صناعيا. صحيح. تمام. طبعا هي أدلة كلها بتثبت أنه تطور الصناعة في سوريا، مواجهتها للتحديات بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة. طبعا نحن عندنا فقرة فرسان الصناعة ميثاق شرف، طبعا هي كمان كلها أدلة على المبادرات الوطنية والرجال الوطنيين اللي كان لهم دور كتير كبير بتطوير الصناعة، برفع مستواها بشكل كتير كبير. هلا طبعا بالنسبة لقطاع الصناعة، نحن حننتقل طبعا هون عندي كتير أنا الفقرات اللي بعدها بتوكد كيف كانت الصناعة بالصعوبات اللي واجهتها وطبعا التحديات.
لا وفي كمان بتاكد وعي لاهميه صحيح. الصناعه ولتطورها ودورها بمواجهه حتى المحتل. يعني احنا كل ما طورنا ادواتنا كنا وصناعاتنا كان في عندنا قدره على المنافسه وعلى مواجهه المحتل بشكل اكبر. كمان ياكدوا على فكره انه المحتل هو ليس بس مواجهه بتكون من ناحيه معينه، من ناحيه اقتصاديه ثقافيه سياسيه، وهون كمان بين الوعي بهالنواحي. صحيح. طبعا نحن زمن الاحتلال كما عانت التجاره عانت الصناعه من صعوبات، ايضا الزراعه لم تخلو من هذه الصعوبات، وفعلا الفلاح السوري اثبت جدارته وقدرته على مواجهه فعلا تحديات صعبه كثير كانت من احتكار بضائع وزراعات وغيرها، لكن كان الفلاح العربي والسوري قادر على مواجهه هذه التحديات. طبعا هي وقعت تحت تاثيرات السياسه الخارجيه وادت لمشاكل وساءت احوال الفلاحين بشكل كثير كبير. لدينا النص، طبعا نحن هلا حننتقل للدرس الرابع النص صفحه 39. انسه جينا بعد اذنك، النص الموجود امامنا هو طبعا الرحاله الفرنسي بلون على ما يدل قوله. خلينا نقرا النص بعد اذنك لحتى ناخذ الاسئله. تمام. استمرت سيطره النظام الاقطاعي على الاراضي الزراعيه في اثناء الاحتلال العثماني، وكان هناك صعوبه في ربط مناطق الانتاج بمناطق التصدير. طبعا هي كمان اسباب لمشكله كان عم يعاني، هي دليل ثاني على طريقه حل المشكلات. كمان بقيت ادوات الزراعه على احوالها على حالها القديم، زادت الحروب والاضطرابات الداخليه من معاناه الفلاحين، الا ان هذا لم يمنع من وجود انتاج زراعي متنوع كزراعه القطن والسمسم والزيتون وشجر التوت. يقول الرحال الفرنسي بلون في اثناء زيارته سوريا عام 1537، كانت زراعه القطن متسعه باطراف الشام وضواحي حمص وحماه وحلب ومعره النعمان. طبعا هون دليل كمان على انه واجه صحيح ومعرفة النمو. أكثر الأراضي بين حلب وحماة كانت تسقى بمياه مخزنة، معناتها كان عندنا زراعات أيضا مروية، أنه كان عنده استفادة من المياه وكان يخزنها ليحسن مزروعاته. تمام. إذا بالرغم من الصعوبات، طبعا نحن هون عام 1537 كنا خاضعين للاحتلال العثماني، بالرغم من السياسة الجائرة اللي كانت في تلك الفترة، لكن قدر الفلاح. إذا على ما يدل قول الرحالة الفرنسي، أنا بدنا ناخذ قول الرحالة الفرنسي، على ما يدل ذلك؟ طبعا هلا هو دل على أنه عدم استسلام الفلاح السوري للصعوبات، قدرته على المواجهة، على ذكائه أيضا، يعني أنه هو كان ذكي لدرجة حاول من لا شيء أن يصنع شيء ويطور زراعته، وبقيت زراعته موجودة إلى الآن. هي دلال على قدرته على الصمود، على التحدي، على ذكائه، وعلى عدم استسلامه، وعيه لأهمية الزراعة بنهوض بلاده. صحيح. هعكس أنا السؤال، ما الدليل على عدم استسلام الفلاح السوري؟ هلا نحن الدلالة جبناها استنتاجي من خلال الدليل، هو نفسه قول الرحالة الفرنسي لما قال إنه زراعة القطن متسعة بأطراف الشام وضواحيها، وشفنا أكثر من دليل إنه قطع عن لسان فرنسي كمان. صحيح. وإنه هي القول هو نفسه هو الدليل. تمام. قول موجود أمامنا. تمام. بس قبل ما ننتقل أنسي رشاد لمعك النص، في معنا اتصال. ماريا بعد إذنكم ناخذ الاتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ماريا، كيفك؟ تمام. تفضلي، أهلا وسهلا فيكي. إيه هلا بس النص اللي قرأته أنتم بصفحة 39. إيه نحن اللي موجود عنا غير تماما. كيف؟ إيه اللي موجود عنا أول نص اسمه تحدي وصمود. تمام. إيه وبداية النص كانت غير، لأنه بدايته استمرت سيطرة النظام الإقطاعي على الأراضي الزراعية. صحيح. نفسه قرينا. نحن اخذنا هالفقره كامله بعدين وصلنا لنص الرحاله الفرنسي. تمام. ايه في لك سؤال تكمل النص للاخر؟ يعني نحن قرينا الفقره كامله لوصلنا لنص بلون. نحن حكينا بشكل عام لانه حكينا انه مثلا هون عندي مشكله، في عندي اسباب للمشكله، بعدين وصلنا لنص الرحاله الفرنسي. ايه تمام. في سؤال في النص اللي باول الدرس، اول شيء تبع حادث الزراعه. تمام. هلا من هون في بدنا نحفظ شيء هلا. طيب في سؤال ثاني؟ لا طيب. هلا حنجاوبك. رجعنا لموضوع الحفظ. نحن بنقول لك يا ماريا انت انه ما كنت طالبه بحفظ بصم نهائيا، انت عليك تفهمي كيف كان وضع الزراعه، شو هي التحديات والصعوبات اللي واجهتها الزراعه، وكيف واجه الفلاح السوري هي التحديات والصعوبات. مثلا نحن هون عندنا هون عم تعطيكي فكره، هي اول كم سطر نحن عم يعطينا فكره عامه عن مضمون الدرس وشو بيتضمن، انه كيف عندنا نحن الزراعه خضعت لتاثيرات السياسات الخارجيه طبعا
وهون انه كيف صار في مشاكل وتفاقم سير حاله الفلاح. نحن من خلال الدرس راح توضح الافكار كلها. فانت هون ما بدك تحفظي، انت هون بدك تكوني فهمانتيه فهم وتتاكد تترسخ هاي الكم سطر الموجود ببدايه الدرس، يترسخ هالمعلومات من خلال الفقرات الموجوده معنا بالدرس. ننتقل أنسي رشا بعد إذنك، نحن حناخد من النص صفحة 41. أدرك ملكي تماما، نقرأ النص. تفضلي بعد إذنك. نص أرضك ملكي. تفاقمت مشكلات الزراعة نتيجة سياسة المحتل الفرنسي التي ربطت الاقتصاد السوري بالاقتصاد الفرنسي وعملت إفقار الناس وعمدت إلى تقوية النظام الأقطاعي وسيطرت على الأراضي ومنحتها لكبار الملاكين واحتكرت زراعة بعض المحاصيل الزراعية الملائمة للصناعة كشجرة التوت وتربية دودة القز بالإضافة إلى المحاصيل الآتية خدمة لمصالحها ولمحاربة الاقتصاد الوطني. طبعا المحاصيل الآتية المقصود فيها المرفق السور، القطن، الحبوب والتبغ، هون غير مذكوره بالدرس لكن من خلال الصوره. تمام، بعد اذنك قاسم، اذا ما الفكره الرئيسيه للمسهول؟ هنا الفكره الرئيسيه عن مشاكل الزراعه او سياسه فرنسا الاقتصاديه صحيح. التي او اجعلت فرنسا في الزراعه. صحيح، اذا هون صحيح، اذا سياسه فرنسا الاقتصاديه مجال الزراعه كيف حاربت الزراعه السوريه وما هي الاجراءات التي قامت بها لهذا المحاربة الزراعه. تمام، لماذا قامت فرنسا بدعم الاقتصاد السوري؟ طبعا بشكل عام نحن خلينا ناخذها مثلا هنا، طبعا هون نحكي عن الزراعه، ما هدف فرنسا من دعمها؟ اكيد ليس هدف فرنسا تطوير الاقتصاد السوري من اجل سوريا. صحيح. هدفها هو التحكم والسيطره على الاقتصاد السوري، هدفها التحكم تطوير الاقتصاد السوري من اجل خدمه الاقتصاد الفرنسي، خدمة للاقتصاد الفرنسي. تمام، إذا هنا إجراءات فرنسا اللي طبعا عانت منها سوريا كانت سبب هي بضعف الزراعة وتراجعها. طبعا إذا أخذنا نحن هون الإجراءات اللي قامت فيها فرنسا ممكن يمكن أن نستخلصها من النص. الإجراءات ربط الاقتصاد السوري مثلا بالاقتصاد الفرنسي، إفقار الناس، تقوية النظام الأقطاعي، أيضا احتكرت سيطرت على الأراضي منحتها لكبار الملاكين، احتكرت زراعة بعض المحاصيل من أجل صناعتها أو الملائمة لصناعتها، أيضا كشجرة التوت وتربية دودة القز كما أيضا مرة في الدروس السابقة حول الاحتكار الصناعات وكصناعة الحرير وإلى آخره. طبعا فرنسا هنا أنشأت شركة الريجي الفرنسية طبعا عام 1883. ممكن بعد إذنك نأخذ بأي عقد أي قرن توضح الفكرة. تماما، 1883 العقد التاسع، القرن 19 الألفية الثانية. صحيح. طبعا سياسة فرنسا أبدا كما ذكرتي أنسة رشا هي لم يكن أبدا هدفها هي خدمة الاقتصاد السوري من أجل سوريا، وإنما كان هدفها هي من أجل فرنسا ودعم الاقتصاد الفرنسي. دعمت كثير من الصناعات صحيح، لكن كانت خدمة من أجل مصالحها أيضا. طبعا مثل ما ذكرنا كما حال الزراعة أيضا الصانع هنا عفوا الفلاح السوري لم يستسلم لهذه التحديات، واجه هذه التحديات، تمكن بشكل كبير أنه فعلا ينهض بالواقع الزراعي بالرغم من كل الصعوبات التي عانى منها. مثلا لدينا بالصفحة 42 أنسي روجينا. طبعا هون ما الدليل فعلا أنه كان هناك نشاط بالفلاح السوري أنه قام بدعم هذه الزراعة وتطويرها؟ ممكن تعطينا أدلة بعد إذنك؟ هلأ عندنا دخول الآلات، الجمعيات اللي أقيمت لدعم الفلاح السوري اللي أمدته بالبزار، المشاريع الري اللي أقيمت أيضا من سدوده هي كانت بقصد توفير المياه الزراعة من أجل الزراعة، إقامة مراكز البحوث العلمية الزراعية هي كلها كانت بهدف تطوير الزراعة، فأدت لتطور الزراعة بشكل كبير. وهلأ احنا حاطين النتيجة أنه هي صرنا من بلد مستورد إلى بلد مصدر ومكتفي من الناحية الأمن الغذائي. أيضا هنا إشارة لتأسيس الجمعيات التعاونية الفلاحية، على ما يدل تأسيس هذه الجمعيات؟ هلا هو بدل على وعي الفلاح لأهمية هذه الجمعيات بدعم الزراعة وبدعم المنتج الزراعي، بدوره بتسيير بالدفاع عن الفلاح، تأمين احتياجاته. صحيح. وتطوير نفسه وتطوير الزراعة. يعني هي عم تقدم له إلى الآن الجمعيات الفلاحية، كمان ممكن ناخذها أنه هي مستمرة إلى الآن. صحيح. حدث مستمر، حدث مستمر موجود إلى يومنا هذا. هلا مو
ممكن التغير انه مهما صارت بشكل اكبر توسعت فينا نقول انه عليها تغيرات. صحيح. طبعا نحن بنلاحظ انه فرنسا كانت ترسل العديد من البعثات الى المنطقه العربيه بشكل عام والى سوريا. طبعا ما هدف فرنسا كان من ارسال هذه البعثات؟ طبعا تم ارسال العديد من البعثات زمن الاحتلال العثماني، بشكل عام هدف فرنسا من ارسال البعثات اللي هي تعرف اكيد على خيرات هذه البلاد، ان كانت زراعيه او اقتصاديه او كموقع جغرافي، لحتى هي تستغلها وتمهد للسيطره. يعني هي دخلت اول شيء اذا انتبهنا بالصناعه، بدات تاخذ مشاريع صناعيه، بدات ترسل وفود لحتى تشوف الاراضي الزراعيه مدى صلاحيتها للزراعه. اكيد هي مو هدفها بس تخدم مصالحها، وبالنتيجه انه هي بدها تسيطر على صحيح. هذه صحيح، هي كان هدفها هي فعلا التمهيد للاحتلال فيما بعد والسيطره على الثروات بشكل عام. بنلاحظ اذا سياسة دول الاحتلال بشكل عام دائما تسعى لدراسة أي منطقة لمعرفة مكامن هذه المنطقة، الثروات الموجودة فيها، بدقة التفاصيل. تمام، اهتمت بدقة التفاصيل، كان الهدف منها طبعا الدخول إلى المنطقة والسيطرة على خيرات وثروات المنطقة. بس حناخد اتصال بعد إذنكم. ألو ألما. ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا ألما، كيفك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي يا ألما. أنا ما عم بعرف طلع جمل ذات الصلة وغير ذات الصلة منن. هلا حنحكي عنها. تمام، في سؤال ثاني يا ألما؟ نعم. في سؤال ثاني؟ هلا بنجاوبك عنه. ما في سؤال ثاني. ما في سؤال ثاني. طيب يلا هلا انت حنركز على المعلومه ذات صله وغير ذات صله. نحن طبعا في نص هلا حنشتغل عليه، بس حناخذ فكره بشكل عام انه انا كيف استخلص معلومه ذات صله ومعلومه غير ذات صله. نحن بس حنقول لك يا علما انه انت لما يكون امامك نص انت لازم تقريه بشكل جيد لحتى تعرفي الفكره الرئيسيه للنص. ممكن انا النص مثلا عم يتناول الحديث عن الزراعه بشكل عام، دخل فكره هي بتتعلق عن الصناعه، طبعا الفكره صحيحه لكن هي غير مناسبة للنص الموجود أمامي. يعني مثلا أنا هلأ عندي النص صفحة 41، تفاقمت مشكلات الزراعة نتيجة سياسة المحتل إلى آخره، وادخلت مثلا فكرة أنه عانت الصناعة السورية من صعوبات نتيجة سياسة الاحتلال. معناته نحن هاي المعلومة هي تعتبر معلومة غير ذات صلة، معلومة صحيحة لكن هي غير مناسبة. طبعا أنا هون مجال اقتصادي، ممكن يكون أنا عم بحكي نص عم يحكي عن مجال سياسي، ثورات، احتلال كذا إلى آخره، ودخل فكرة بمجال اقتصادي أيضا تعتبر معلومة غير ذات صلة. فنحن كيف نقدر نطلع المعلومة من خلال قراءتي للنص بشكل صحيح، افهمه بشكل جيد لأقدر ميز بين معلومة ذات صلة والمعلومة غير ذات صلة. لأنه هي كمان فعلا يعني هنا في طلاب عم تفكر أن المعلومة غير ذات صلة لازم تكون فكرة خاطئة. هي المعلومة صحيحة لكن يعني غير مرتبطة بالنص، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. هي شغلة. وكمان نحن بدنا نأكد على الحقيقة والرأي، انه انا كيف انصر وجينا ممكن ميز بين الحقيقه والراي. هلا الحقيقه هو حدث قام بالفعل ما فيني انكره، بده يكون مرفق انه مثلا مذكر بعام باسم شخص باثر موجود. مثلا انا بدي اقول مملكه مالي موجوده، ما فيني انفيها لانه اثار المملكه موجوده الى الان. لما بذكر اسم شخص مثلا هو موجود انا ما فيني انكره. اما الراي فانا وجهه نظري، لما بقول انا عم بحكي عن شخصيه معينه، الشخصيه هي موجوده هي حقيقه، ولكن انا بجوز اعطي رايي فيه كشخصيه، الانسر شو تعطي رايي مو غير. هون صارت اراء حول هي الشخصيه او حول مدينه او كتاب او اي شيء، يعني انا ما بقدر انكره، بده يكون في شيء ملموس لدي. تمام، اذا الحقيقه شيء مثبت، مو شرط يكون في عام عندي. يعني هلا نحن في طلاب، تمام نحن بس رح ناكد عليها لانه في طلاب عم تاخذ مثلا انه لازم يكون في عندي عام. مثلا انا خليني اخذ صفحه 41 اللي عم نشتغل عليه النص. يعني مثلا انه عمدت لتقويه النظام الاقطاعي، فعلا النظام الاقطاعي كان موجود وعمدت على تقويته لهذا النظام، فاذا هي تعتبر حقيقه. فهم نحن لازم نركز انه الحقيقه هي شيء مثبت لا يمكن انكاره، قد تزود بعام او باسم شخصيه. تمام، قد تكون مسلمه صحيح. اما الراي ممكن انا اختلف فيه بوجهات النظر. هي بالنسبه للحقيقه والرأي. وشغله كمان في طلاب سالونا، نحن المهارات، نحن بنعرف المهارات هي نفسها بالمرحله الاعدادي والثانوي، لكن بتختلف في البكالوريا كمستوى اعلى. يعني مثلا انا طالب التاسع غير ملزم برسم الخط الزمني، ما غير مطلوب منه الخط الزمني ياتي مرسوم أمام الطالب، لكن مثل ما سألنا نحن بنسأل ما الوحدة الزمنية، ضع عنوان للخط الزمني أو الجدول. ثالث الإعدادي هذا السؤال. تمام، للثالث الإعدادي، لكن الثالث الثانوي يطلب منه تصميم الخط الزمني وليس الجدول الزمني أيضا، كمان الجدول الزمني لا غير مطالب بتصميمه. وكمان بدنا نشير لفكرة مهمة، هو خريطة المفاهيم.
نحن ممكن نصمم خريطة مفاهيم. طبعا طالب التاسع ايضا غير ما بيصمم، ما بياتي الخريطة المفاهيم موجودة امامه تحول الى نص تاريخي، بينما طالب الثالث الثانوي هو مطالب بتصميم خريطة، تحويل النص الى خريطة مفاهيم. طبعا هلا نحن حنرجع للنص صفحة 43 لحتى شوي نوضح، هو باوراق العمل بدنا نوضح الحقيقة والرأي والصلة وغير ذات صلة ليكون واضح لطلابنا. طبعا هذا النص هو نص غني، يعني فعلا بيوضح للطالب ممكن كيف نضع فكرة رئيسة، فكرة فرعية، صلة غير ذات صلة، طبعا هي مهارات التفكير الناقد. فهون نحن من خلال النص برجع بأكد أنا بفعل أكثر من مهارة موجودة أمام، لذلك أنا ما عندي حفظ بصم، أنا بدي أفهم النص لأقدر أطبق عليه المهارات بشكل كامل. طبعا عندنا النص صفحة 43 نقرأ بعد إذنك. هاكم مدينة لا تستمد شهرتها من ماضيها ولكن من نشاطها الحاضر، إن حلب هي مدينة مستديرة مبنية حول قلعة حصينة تشرف على الساحل كله، لهذا عمد الفرنسيون للتنقيب عن الآثار وحفظها. وحلب مشهورة بين جميع مدن سوريا بأسواقها، وشهرة حلب ترجع في الأصل إلى أنها مدينة كبيرة تحيط بها الصحراء، كانت دائما مركز تجارة عظيمة لما يباع مفرقا وجملة، وهي خزان للبضائع، وهي تعمل بجد ونشاط وتعطي مثالا جميلا للغربيين الذين يظنون الشرق نائما. أحلب نائمة؟ كلا، إنها أشد نشاطا من أمستردام، وإن تجارها وصيارفتها ومصدري البضائع فيها ومتعهدين نقلهم قدوة بكونهم لا يتذمرون في وقت تجد كل الناس تقريبا يتذمرون. بعد إذنك أنسي رشا، حبذا تعطينا ما الفكرة الرئيسة للنص؟ حلب مكانت حلب التجارية، نتكلم عن مكانة حلب التجارية، أهمية مطار حلب التجاري، دور حلب التجاري، يعني نحن عم يدور محور النص بشكل كامل عن مكانة حلب التجارية. أي عنوان يشير إلى هذه الفكرة يعني أنا هلأ ما بده ياخذ الطالب مني مثلا أهمية حلب التجارية، إذا كتبت غير أهمية حلب التجارية ما بأخذ علامتي، لا أكيد كل ما يشير كل ما يشير إلى مكانة ودور حلب التجاري أكيد صحيح. طب فينا ناخذ فكرة فرعية بعد إذنك؟ أفكار فرعية مثلا عمد الفرنسيون للتنقيب عن الآثار وحفظها، فرعية تمام. حلب مشهورة بين جميع مدن سوريا بأسواقها، تعتبر يعني تمام. أنا كيف بدي ميزة كتاب أن النص ما يحكي فقط عن أسواق حلب، النص لا يتكلم فقط عن تنقيب الفرنسيين، فهي تعتبر فكرة فرعية وردت في النص. كانت دائما مثلا مركز تجارة عظيمة لما يباع مفرقا وجملة، كمان تعتبر فكرة فرعية، لدي الكثير من الأفكار الفرعية أن تطرحها في هذا النص. صحيح. أنسي روجينا بعد إذنك، تعطينا الحقائق والآراء الموجودة في النص. هلا هي مدينة مستديرة مبنية حول قلعة حصينة، هي حقيقة ما فينا فينا نقول حلب مشهورة بين جميع مدن سوريا بأسواقها، أيضا حقيقة ما زالت حلب إلى اليوم معروفة بأسواقها المشهورة فيها، فهي حقيقة لا يمكن إنكارها. تمام. كمان حلب مدينة كبيرة تحيط بها الصحراء، أيضا هي حقيقة، يعني هي مواقع نحن عم نشوفها بأم العين ملموسة، هي كلها عبارة عن حقائق. هلا فينا ناخذ الاراء لما قلت انه انها حلب نائمه، كلا انها اشد نشاطا من امستردام. انا رايي عم انه ملاقيهم لتجار حلب هن انشط من، اذا هذا كتشبيه انا استخدمته فهي تعتبر رأي يعني. تمام، هي رايه. فينا بنقول كمان هم قدوة لا يتذمرون في وقت تجد فيه كل الناس تقريبا يتذمرون. صحيح. انا برايي انه هن قدوة، ممكن شخص ثاني يلاقي انه تجار تانيين هن اللي قدوا. صحيح. اذا هون بنلاحظ كيف ميزنا بين الحقيقه والرأي. ومثل ما قلنا يعني انا هون لا عندي عام ولا عندي اي شيء، انا شيء مثبت لا يمكن انكاره نهائيا. طيب خلينا ناخذ المعلومه ذات صله وغير ذات صله. أنسي رشا، ذات صله مثلا حلب مشهوره بين جميع مدن سوريا باسواقها، ذات صله الحديث عن حلب اسواقها تعتبر ذات صله. طيب حلب كانت دائما مركز تجاره عظيمه لما يباع مفرقا وجمله، ذات صله. حلب خزان للبضائع، ذات صله. غير ذات صله مثلا عمد الفرنسيون للتنقيب عن الاثار وحفظها، هي غير ذات صله. فينا ناخذ من اخر الجمله، اذا عمد الفرنسيون للتنقيب عن الاثار غير ذات صله، لانه النص هو عم يحكي عن مكانه حلب التجاريه. وهون من الا للطالبه اللي سالتنا انه هون كيف تركزي، انه انا كيف طالع المعلومه غير ذات صله. النص يتحدث عن مكانه حلب التجاريه، كل ما يتعلق بامور التجاره في حلب هي تعتبر معلومه غير ذات صله، لكن التنقيب عن الاثار
الاخبار هي معلومه صحيحه ولكن هي غير مناسبه في النص، فهي تعتبر معلومه غير ذات صله. ايضا مصدري البضائع متعهدين نقلهم قدوه لا يتزامن، يعني نحن عم نوصف اخلاق العمال نقل أخلاق. انا ما لي علاقه بمكانه حلب التجاريه، هي تعتبر معلومه غير ذات صله. اذا معناتها نحن من خلال قراءتي للنص قدرنا نميز معلومه ذات صله معلومه غير ذات صله، ايضا قدرنا نميز بين الحقيقه والراي. خلينا بس نرجع شوي، نحن اذا بدنا نشتغل كخريطه مفاهيم بالصفحه 41، نحن طبعا هون او خلينا ناخذ مثال لطلابنا، معلش حننتقل انا لولا غير وحده، بس أنا بدي طلابنا تعرف كيف ممكن أنا أحول خريطة مفاهيم نص تاريخي. طبعا هي بتنطبق معنا بشكل كامل. أنا خلينا نرجع بما أنه نحن لساتنا بالوحدة الأولى صفحة 27 بعد إذنك، فينا ناخذها كخريطة مفاهيم سياسة الاحتلال في الوطن سياسة الاقتصادية، عشان نوضح نحن هاي المهارة، يعني نحن حاولنا إن شاء الله أنه نغطي معظم المهارات، لكن خلينا ناخذ خريطة المفاهيم لتكون واضحة لطلابنا بما أنه نحن شارفنا على الامتحانات، نتمنى التوفيق للجميع. فخلينا نوضح هاي المهارة أيضا. أنسي روجينا بعد إذنك صفحة 27. هلا احنا عندنا هون الخريطه، طبعا هو في نص ونحن حنملي الخريطه من النص، بس هو لطالب التاسع بتجي الخريطه كامله. ايوه هي بدنا ننوه عليها انه حتكون مرسومه امام المتعلم. تمام. السؤال مثلا حول خريطه المفاهيم الى نص تاريخي، فنحن عندنا العنوان طبعا خريطه المفاهيم هو عنوان نصي دوافع السياسه الاقتصاديه الاحتلال، ويجب ان ننتبه الى كلمات الربط انه ما تنغفل لازم تنكتب. فانا حقول دوافع السياسه الاقتصاديه للاحتلال تتمثل به أول كلمة ربط، بعدين إلا احتكار الموارد الأولية. تمام. نحنها ممكن يأتي أيضا كلمة ربط احتكار مثل ما مثل طبعاً الموارد الأولية. نهب الثروات، إغراق البلاد بالبضائع في السيطرة، الأسواق بالمنتجات كفكرة فرعية ثانية. هلأ السيطرة على الطرق وطرقه وممراته، إضعاف قدرته. إضعاف قدرته. طبعا إحنا معناتها ننتبه إنه لازم أطلع من العنوان خريطة مفاهيم أو الفكرة الرئيسة لخريطة مفاهيم، ننتقل لكلمات الربط، ونحن هي كتير منأكد عليها. تبديل الطالب لكلمات الربط إنه يعتبر هلا هو الافضل نحن بما يبدل بكلمه الربط صحيح. بس نحن هون بدنا نشير لما يكون مثلا الطالب عم يصمم خريطه المفاهيم، طالب ثالث سنه ممكن يتحكم بكلمات الربط، لكن نحن معلش هون تاسع هي موجوده امام الطالب. هون المهاره انه انا كيف عم بقرا خريطه المفاهيم وكيف عم حولها لنص تاريخي، فنحن نتايد بكلمات الربط الموجوده، لانه هو لا ما عم يصمم خريطه المفاهيم انما عم يحولها لنص تاريخي. ننتبه لكلمات الربط، ننتقل للافكار الرئيسيه ثم الافكار الفرعيه. طبعا الطالب قد يضيف مثلا هلا هون قلت احتكار مثل المواد الاوليه، وفين يضيف مثلا هناك ايضا اغراق الاسواق بالمنتجات الاجنبيه. طبعا لانه انا هون بدي بطلب من طالبي انه انت بعد ما حولته لنص تاريخي معلش رجع اقرا النص التاريخي، شوف كلماته مترابطه مع بعض البعض، وصلت الفكره بشكل صحيح. هي بالنسبه اذا لمهاره قراءه خريطه المفاهيم. وبدنا ننوه لشغله انه انا طالبي لما بيتعلم على خريطه المفاهيم صار عنده قدره يميز بين الفكره الرئيسيه والفكره الفرعيه والاقل عموميه. فنحن معلش انا نطلب من زملائنا المدرسين انه خلينا ندرب طلابنا بشكل كثير منيح على خريطه المفاهيم. انا منه ملكت مهاره خريطه المفاهيم، ايضا ساعدت المتعلم كيف يعرف يميز بين فكره رئيسيه وفرعيه واقل عموميه. فهي فعلا لازم شوي نشتغل عليها لحتى نساعد طلابنا. طبعا نحن بنعرف انه بشكل عام هي المهارات الطالب هو بيتملكها من خلال الممارسه من خلال التدريب. فانا بتمنى يعني انه نحن كل فقره ما اقتصر فيها على مهاره او مهارتين او ثلاثه، معلش نحاول نفعل المهارات كلها بشكل كامل. يعني نحن لاحظنا انه من خلال بعض الفقرات نحن فعلنا اكثر من مهاره اشتغلنا عليها، قدرنا مثلا نحول مهاره ادراك زماني ادراك مكاني. طبعا نحن اليوم ما نوهنا كثير على الادراك المكاني، ممكن خلينا ناخذها معلش كمثال نوضحها هيك نكون ان شاء الله انه قدرنا نغطي. مثلا نحن عندنا ناخذ خريطه نحكي عنها 25 حلب مثلا. تمام. ممكن ناخذ الخريطه صفحه 23 او بتحبوا ما بتفرق 23. طبعا عن السكك الحديدية. طبعا هون في عنا كان كيف ما هي شروط قراءة الخريطة التاريخية،
كيف نحن ممكن ننطلق بقراءة الخريطة التاريخية؟ هلا بداية يجب أن نقرأ عنوان الخريطة. إذا ما في عنوان عندنا لوحة المفاتيح الموجودة للخريطة أو مفتاح الخريطة اللي هو فيه دلالات بنقرأ. طبعا مثلا هون عندنا نحن الخط أعطيني سكة حديد والدائرة هي مركز مدينة. هلأ من خلالها أنا رح استنتج أنه أنا عم بحكي عن سكك حديدية والمدن التي مرت بها، ومن خلالها بدي استخلص المنطقة اللي أنا انتشرت فيها هي السكك الحديدية. هلأ نحن عنا هون السكك الحديدية المنفذة في بلاد الشام بموجب الامتيازات. تمام. طبعا هون ما السبب تسابق الدول الأوروبية لمد السكك الحديدية وفقا للمصالح. أكيد تمام، خدمة لمصالحها. يعني نحن هون بنشوف كيف حكينا بالزراعة، كيف فرنسا دعمت الزراعة بشكل كبير بسوريا. بعض الزراعات طبعا كان الهدف منها هي خدمة لمصالحها وسهل الهيمنة والسيطرة تجعلها مكانا لتصديق بائعها رخيصة الثمن. تمام. ايضا السكك الحديديه كان الهدف منها هي وفقا لمصالحها. طبعا نحن فينا هلا نحن بنأكد للطالب مش شرط تجي الخريطه نفسها مثل ما هي. نحن ممكن يتاخذ جزء من الخريطه، ناخذ جزء منها فقط، نحدد بعض السكك الحديديه. انا بقول له مثلا يتبع السهم كيف اتجاه خط سكه الحديد. احيانا انا بالخرق الدكتوره مشان هو الطلب انه هل تفق بنص ام لا، انه هذا السؤال الطالب يسالني انه تفق بنص. لا ممكن تكون مرفقة بنص أو ممكن لا ما تكون إنها مرفقة بنص، لكن مفتاح الخريطة حيكون واضح أمام المتعلم. يعني من خلال مفتاح الخريطة أنا بقدر أوصل للمعلومات. نحن بنأكد الخريطة فقط يعني ممكن تشمل المهارات بشكل كامل. يعني أنا من خلال الخريطة الأمامي أخذ مهارة إدراك زماني، أخذ مستمر ومتغير، سبب ونتيجة. فهي المهارات أنا دليل ودلالة أيضا أنا فيني استخلصه من خلال الخريطة. من خلال الخريطة كمان هلا في استنتج نحن عم نشوف انه هي السكك هي وصلت المناطق الساحليه بالمناطق الداخليه، ما هي سهلت عنده عمليات النقل، عمليات التصدير بين الاراضي الزراعيه وتصديرها للموانئ. هي كلها عباره عن خريطه، فهو لازم يتعلم انه انا استنتج معلوماتي من الخريطه، مش بس يعني انه مفتاح الخريطه هو بس يكون الدلاله لإلي. صحيح. مرسوم على الخريطه في الداخل هو بيدلني لمعلومه. ايوه تمام. يعني معناتها بنرجع ناكد ايضا الخريطه هي بحاجه لقراءه بتمعن نفهمها بشكل كثير منيح لحتى نستخلص من المعلومات. وطبعا هون بنأكد نحن بمادة التاريخ ما الطالب غير مطالب برسم الخريطة، لأنه في منا فكروا أنه كمان نحن بدنا يرسموا هاي الخريطة. لا أكيد هي الخريطة حتكون موجودة أمام المتعلم، لكن عليه أنه يستنتج المعلومات من خلال الخريطة الموجودة أمامه. معنا اتصال. ألو ماريا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا ماريا، كيفك؟ تمام. تفضلي شو سؤالك؟ ايه هلا انتوا عم تقولوا انه نحن ما مطالبين بحفظ الخريطة ولا رسمة. برسمة مطالبين. ايه هلا بس نحن بمدرستنا قالوا انه نحن مطالبين برسم خريطة سوريا. جغرافيا. 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 نحن عم نحكي اليوم ندوتنا تاريخ. طب ممكن بسم الجواب؟ كي؟ خريطة بالجغرافيا مطالبة فيها، خريطة سوريا أنت كرسم بمادة الجغرافيا مطالبة فيها، نحن عم نحكي بمادة التاريخ عنها، لست ملزمة برسم الخرائط. تمام، نقطع هو الاتصال، ما في مشكلة. تمام، نحن انتبهنا احنا ندوتنا تاريخ. أكيد الجغرافيا مطالبين بخريطة سوريا، نحن عم نحكي على التاريخ إنه الطالب غير مطالب برسم الخريطة. تمام، نحن يعني انتبهت إنه مشان تعرف نحن معنا طلبة انتبهوا، نحن عم ندوتنا اليوم هي لمادة التاريخ. أكيد نحن حكينا إنه الخريطة مو شرط إنها تأتي، يعني نحن ممكن يأتي خريطة مفاهيم أو خريطة تاريخية، لكن هي من ضمن المهارات اللي لازم طلابنا أن تتعلم عليها وتتقن هي المهارة. طبعا نتمنى أن نكون غطيناهم لهالمهارات بشكل كامل. بس حنرجع بس نأكد بعد إذنكم، نعم نسأل كتير على السؤال الدليل والدلالة. خليني بس أرجع وضحه بعد إذنكم. الدليل هو إثبات، بحاجة إلى إثبات. الدليل دائما موجود في النص، في الخريطة، ممكن في الجدول الزمني. الدليل طبعا الكل بحاجة إلى قراءة النصوص حسب إذا كان نص أو جدول زمني أو خريطة. بدك تقرأ تفهم النص حتى تقدر تستخلص الدليل. الدلالة بعد فهم النص
ماذا استنتج هذا الطالب من هذا النص؟ سؤالي أنا بتقيد بالسؤال، بفهم شو السؤال. مثلا هلأ أخذنا مادة ارتداء الملكة إليزابيث للفستان مثلا، شو فهمت أنت من هذا النص؟ أنا بعد ما قرأت النص شو فهمت؟ هو استنتاج، هو فهم. الدليل أمامك، دليل أنت تخرجه من النص، أما الدلالة هو عبارة عن استنتاج، فهم، حلل. شو فهمت من هذا السؤال؟ تمام. أسر روجينا بعد إذنك بدنا تعطينا هيك بقى لمحة سريعة لطالبنا بصف التاسع، كيف ممكن يتعامل مع كتاب أو مادة التاريخ بشكل عام؟ هلأ أول خطوة لازم يقرأ بفهم، يعني يقرأ ويفهم كل كلمة موجودة بالكتاب. الحفظ طبعا نحن حنحاول نبعد عنه، لأنه هو وهو عم يشتغل لحتى يكسب مهارته، فهو حتما حتعلق المعلومة بذهنه. يعني هو ما كتير يخاف، نحن لما بنقرأ النص بنحله، حتى نحاول نحن نضع عليه أسئلة بتعالج المهارات الموجودة عنا. يعني أنا ممكن أي نص أو أي خريطة أقرأها أحط عليها أسئلة، ما ضروري أنا أتقيد بأبني أفكار. يعني هو يجب أن يمتلك المهارات بداية، يفهمها ويطبق المهارات في قراءته لمادة التاريخ بكل فقرات، كل المهارات اللي بيقدر يطبقها، ومعظم فقراتنا فينا نطبق عليها جميع المهارات. صحيح. يعني إذا طالبنا ما نطالب إنه يحفظ سؤال أبني أفكار، يعني في طلاب كمان عم تفكر إنه هاي الأسئلة نحن لازم للتدريب. هي تدريب، والمهارة بشكل عام الطالب ما بيكتسبها إلا من خلال التدريب. لذلك نحن نقول لأبنائنا الطلبة إنه معلش كل فقرة لو تعبنا عليها أول فترة، اشتغلنا عليها المهارات، كتبنا مهارات عليها، أنا هذا الشيء حيصير مهارة أنا بمتلكها بقدر طبقها للفصل الثاني. فبنرجع منأكد أبني أفكاري، نفس الوقت أنا يعني لازم إني حل لهي الأسئلة. ما بقول والله إحنا هاي الأسئلة ما رح تجي منا أو كذا ما بدي حلها، لا، إذا استطاع أن حلها معناتها هو بدأ بامتلاك المهارة. صحيح. متى ما يعني إنه طالبنا قدر يتمكن من حل هاي الأسئلة معناتها فعلا هو تمكن من هاي المهارة، هو قادر إنه يجاوب على أسئلة مماثلة لإله. لأن إحنا من إنه إحنا ما حتجي نفس أسئلة أبني أفكاري، إحنا بدنا تكون أسئلة مشابهة لإله، لكن الطالب امتلك المهارة ما عاد في خوف نهائيا. تمام. هلا نحن ان شاء الله تكون وضحت معنا هاي المهارات، مهارة الادراك الزماني، الادراك المكاني، التفكير. نحن بنرجع بنأكد كثير على الصفحات الموجودة ببداية كتابنا يلي هي بالصفحة 6 و7. يعني في اكيد وضحت هاي الفكرة انه نحن هاي الصفحات ابدا ما لنا مطالبين بحفظها، نحن هاي الصفحات لازم نمتلكها كمهارة نتدرب عليها بشكل كثير كبير، يلي هي مهارة الادراك الزمني. كيف ممكن أنا أطبق مهارة الإدراك الزمني؟ إحنا مرقت معنا تمام الجدول الزمني، ممكن أعطيه أنا عام يستخلص لي العقد والقرن إلى آخره. الإدراك المكاني نحن أشرنا عليه من خلال الخريطة، قراءة الخريطة بفهم والإجابة على الأسئلة التي تطرح على الخريطة. الفهم التاريخي حكينا أمثلة كتير نحن من خلال قراءة النصوص الموجودة أمامنا كفكرة رئيسة، فكرة فرعية هي تعتمد على الفهم التاريخي. أيضا التفسير التاريخي من خلال السبب والنتيجة، نرجع منأكد السبب والنتيجة قد يأتي على جدول زمني، على خريطة، على نص. هاي المهارة ممكن تتطبق بكافة المجالات. أيضا اتخاذ القرار، أين وضح معنا اتخاذ القرار؟ من خلال حل المشكلات. مثال طبعا لما الطالب عطاني الحل الأمثل برأيه مع الدليل فهي تعتبر مهارة اتخاذ القرار. أيضا التحليل من خلال تصنيف، نحن بنعرف أن الطالب لازم يمتلك مهارة التصنيف. نحن الدروس اللي معنا هي كانت تتناول الجانب الاقتصادي بشكل عام، لكن أنا قد يأتي نص مثلا يتضمن معلومات سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، فعلى المتعلم أن يدرك هذه المهارة، مهارة التصنيف. التفكير الناقد حكينا عنه، إن شاء الله تكون وصلت الفكرة بشكل صحيح، من خلال الحقيقة والرأي، معلومة ذات صلة أو غير ذات صلة. طبعا البحث والاستقصاء هي مهارة بيمتلكها الطالب على مدار العام الدراسي. طبعا هي خارج كتاب أكيد يتوسع فيها. صحيح. ممكن أنا أعطي معلومة لطالبي يتوسع فيها، يبحث عن معلومات، وهي كتير بتنبسط طلابنا بهي المهارة، أنه بصير عندها قدرة أنها فعلا تتجه نحو مصادر ومراجع لتبحث عن هي المعلومة. فنحن من خلال ندوتنا لهذا اليوم نحن بنتمنى أن نكون فعلا غطينا هاي المهارات من خلال الدرس الثالث والرابع بالوحدة الأولى، ونحن هلأ على أبواب امتحان. بنتمنى فعلا أن نكون قدمنا الفائدة لطلابنا وقدروا فعلا أن يستفيدوا ويطبقوا هاي المهارات. نحن بنقول لهم هي مادتنا صارت مادة سلسة حلوة كتير، بس بدها
كيف مادة مرنة، صحيح مرنة، انه هي صارت مادة مرنة، يعني انه الطالب بس تعرف كيف تتعامل مع هي المادة. نقيم من بالنا فكرة الحفظ البصم، نحن اكيد ما عاد عندنا اياها هي الفكرة، لان هن دائما بالرغم من يعني دائما عم نسأل هالسؤال انه الحفظ البصم كذا، نحن نقول لهم لا ابدا ما عندنا حفظ بصم. اكيد الاساس هو انه نحن نكون فهمانين، نقدر نحلل نستنتج، هذا بيكون اكيد سبب لنجاحنا ان شاء الله وباعلى الدرجات. طبعا نحن الوحدة الثانية اكيد في طلابنا تطرقوا لها، لكن ان شاء الله خلال الندوات السابقة هي رح يتم التطرق لها. طبعا نحن هلا بنهاية ندوتنا، بتمنى انه فعلا نكون حققنا الفائدة لابنائنا الطلبة، حققنا يكونوا استفادوا فعلا من هي الندوة، وبشكركم وبشكر حضوركم معي. الأنسة روجينا سليمان مدرسة في تربية دمشق، شكرا لحضورك معي. الأنسة رشا حسن ايضا مدرسة في تربية دمشق، كمان بشكر حضورك وتواجدك معنا في هذه الندوة. شكرا لك، توفيق لجميع الطلاب. الله يسلمك، يعطيكم العافية.